شكرا للشاعرين الشاعر شليل بن شريد والشاعر عبد الله الميزاني. أما الآن مع الشاعر تركي الفين والشاعر عبد الله بن عتقان السلمي. من عبرك إلا الحدود لين وصل العاصمة من ربوع أم القرى يا مطير أصحابنا يا عريبين الجدود يا ترى وش باقي من المعاني يا ترى مرحبا ترحيبة في مواقفها تجود من عيال مطير يا دريبة اللي ما درى يا سليم أصحابنا جعل ماضيكم يعود هالمعاني سوق مفتوح بيع ومشترى ما عليها اللي نهار الطلب يبذل جهود ويتقدم في طريقه ولا يرجع وراه يتقدم في طريقه ولا يرجع وراه اللي على الأولى ريح ورد وريح عود والليالى التالية ريح مسك وعنبرة ابذل المجهود والعود في عين الحسود لا تصير العقرب اللي تدفن فالثرى السنين الأولى بيت مرفوع العمود والسنين التالية ما شبيت ولا ذرى والله إني في المواقف قوي ماني شرود الشرود اللي أقرب تسارح ولا سارة وارف يحسبون الصوادر والورود وانت يمكن يا مطاري طار لك مطارا ينشرح بليل يا شفت حنان الرعود واطلب الله يا عساها على طلعتك ارى العوارف يعرفون الجبال من النفود وش جرى يا صاحبي من سوالف وش جرى أرعى
عادت ذم مطارات واستريحوا يا الرقود لا تميلون المسايل ترى اليوم قشرة يوم دزيت الرسايل ولا جتني ردود قلت يمكن يا خوي تحرف الحراك انت عبد الله السعودي ولا انت من السعود والفلك يحتاج خبره ويحتاج خبره